تم الترصد والمراقبه ديالو الى حين درب السلطان، حيث تم الايقاف ديالو وفقه خمسه الاشخاص اللي هما بما فيهم المزود الرئيسي اللي كيتعاطوا التجار واللي هما مختصين في توزيع هذه السموم على مختلف مناطق ولايه الدار البيضاء الكبرى. وتم الحجز بالحوزه ديالهم 1500 قرص كلها معدل للبيع من نوع ريبوتريل، وهي اللي مهربه من عبر الحدود الشرقيه للمملكه. اعمار ديالهم كتتراوح بين 24 و 30 سنه، وسيتم اخذ فيهم اللي هم ذو سوابق العاديه في المجال، وهما خمسه ديال الاشخاص سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه في حقهم وتقديمهم امام العداله. واش هو مبحوث عليهم من طرف جميع المصالح ديال الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء؟ لا ما مبحوثش عليهم، هادو ناس كيعملوا في سريه تامه، هذا الشيء علاش طال الايقاف ديالهم، لان المراقبه دامت حوالي اسبوع ديال الترصد وديال جمع المعلومات من اجل الوصول ليه. عميد الشرطه حسن مقيت، نائب رئيس مصلحه الشرطه القضائيه بحيث حسن. شكرا. صفة عميد الشرطة عبد الفتاح عجاني، رئيس فرقة الشرطة القضائية سيد البرنوص. إطار التعاون الأمني ما بين جميع فرق الشرطة القضائية ديال ولاية الدار البيضاء، وبدا التوصل إلى صورة شخص يقترف مجموعة من السرقات على مستوى نطاق مدينة الدار البيضاء الكبرى. تم استغلال الصورة التي حصلنا عليها وتوزعت على مجموعة من المتعاونين، إلى أن وصل العلم ديال الفرقة بأن أحد الأشخاص من المشبوه فيهم كيتواجد بإقامة بستان بحي القدس. تم تتبع الخطوات ديالو حتى طلع للعمارة، والوقت اللي فاجئناه بأنه كيقترف فعل الجرم ديالو. مني في البحث ديالو لقيناه كيتوفر على سيارة، والسيارة بالداخل ديالها لقينا واحد المعطف واحد حاسو. مني بحثنا معاه لقينا بأنه مقترف السرقة من واحد الشقة بإقامة الخالي. دائما في اطار التنسيق الامني تم التوصل بان المعني بالامر اقترف 21 سرقه بالكسر، سواء بالبرنوسي ولا عين السبع ودرب السلطه الفيده وحي مولاي رشيد. وهذا الشخص كيستغل الاناقه ديالو باش ما كيثيرش انتباه ديال الساكنه، وكيقترف السرقات من داخل الشقق مميزه، وكتصب السرقه ديالو على الهواتف النقاله وعلى الحلي الذهبيه وعلى ما قل وزنه هو غلى ثمنه. توصلنا معه 21 عملية، والمجموع تقريبا ديال الى درسنا الشكايات كلها كيفوق داك الحصيلة ديال واحد 60 مليون سنتي. وهادشي كلشي تم تحت اشراف ديال النيابة العامة، والبحث راه غادي يكمل معاه باش تقدم مباشرة لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار. السن ديالو واش من ذوي السن ديالو 45 سنة من ذوي الصوابق القضائية. السيارة واش هي مسروقة؟ لا، السيارة غير كيستعمل في إطار العملية ديال السرقات، التنقل ديالو. شنو هي التهم اللي موجهة له؟ الطريقة باش كيسرق عنده بينسة صغيرة كيخفيها تحت الكم ديالو، وكيدخل معاه هو أنيق، كيدخل ما كيثيرش انتباه ديال الساكنة. يستهدف الشقة الفارغة. كيدق على الشقة، إلا ما استجبوش أي أحد من الساكنة كيستعمل البينسة وكيدخل كيهز مجوهرات وفلوس. التهم اللي متبعش لا ما عندوش سيد رئيس. التهم اللي غتوجه ليه؟ تعدد السرقات بالكسر باستعمال ناقلة. جناية، تيتقدم جناية وكيل الأمر. شكرا.